بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 50 بالمستمع أحمد عمر من اليمن لواء الحديدة، بعث بثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا أعمل سائق سيارة بين المملكة العربية السعودية واليمن، وقد أديت العمرة عدة مرات، ولكني كنت أحرم من مدينة جدة، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. أما بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت التي يحرم منها القادم لأداء الحج أو العمرة، فحدد لأهل اليمن يلملم وهي المسمات بالسعدية، وحدد لأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير، وحدد لأهل الشام والمغرب الجحفة وهي قريبة من رابغ، وحدد لأهل المدينة ذي الحليفة، وقال عن هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. أي هذه المواقيت لهذه الجهات ولمن أتى عليها من غير أهل هذه الجهات إذا كان يريد الحج أو العمرة. وأما جدة فليست ميقاتا إلا لأهلها ولمن أنشأ نية النسك منها، فإذا كنت قادما من اليمن بنية العمرة فإنه يتعين عليك أن تحرم بالميقات الذي تمر به في طريقك من هذه المواقيت ولا تتعداه إلى جدة، فإذا تعديته وأحرمت من جدة وجب عليك دم، لأنك تركت واجبا هو الإحرام من الميقات الذي مررت به، ومن ترك واجبا فعليه دم. فما دمت أنك تحرم من جدة وأنت في قدومك من اليمن تنوي العمرة وتتجاوز الميقات، في كل مرة من هذه المرات يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة توزعها، ذبح شاة بمكة توزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا، ويكون ذلك جبرانا لما نقصته من النسك، وعمرتك صحيحة لكن تحتاج إلى هذا الجبران الذي ذكرناه. ويتعدد هذا بتعدد العمر التي أحرمت بها من جدة وتجاوزت الميقات. نعم، لو حصل هذا بأنه مثلا إنسان قادم بقصد العمرة وربما لغرض آخر وتعدى الميقات الذي كان يجب أن يكون قد أحرم منه، فعلم بالحكم قبل أن يأخذ العمرة، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ إن كان أحرم، نعم، إن كان أحرم من دون الميقات بعدما تجاوزه تقرر عليه الدم ويمضي في نسكه ويؤديه، يعني لا تلزمه العودة إلى الميقات، لا تجزيه، لا حتى لو عاد ما نفعت، لا أقصد العودة مع الدم، لا داعي للعودة ما دام أحرم انتهى الأمر. نعم، فلا يعود، عودته لا تفيده شيئا، يذبح هذه الفدية ويمضي في نسكه. نعم، أما لو تذكر أو ذكر قبل أن يحرم ثم عاد إلى الميقات وأحرم منه فإنه يكون أتى بالواجب ولا شيء عليه. نعم، مثل هذا الحكم يسري حتى على القادم مثلا بوسيلة الجو بالطائرة، ومثلا قادم من الرياض ويريد العمرة ومر بمدينة جدة لزيارة بعض الأهل أو الأصدقاء ليوم أو ليومين، هل يلزمه أن يحرم من ما يحاذي الميقات من الجو؟ هذا الحكم يشمل القادم من بلده لأداء النسك، من بلده الذي هو وراء الميقات، نعم، لأداء النسك، فإنه يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات إذا مر به أو مر محاذيا له من الأرض أو من الجو، فإنه لا يتجاوزه إلا بإحرام. فالذي يذهب بالطائرة يتهيأ للإحرام قبل الركوب بما يريد أن يتهيأ به، وإذا حاذ الميقات إما أن يسأل الملاحين أو هم يعلنون ذلك للناس، أو هو يحتاط ويحرم إذا غلب على ظنه أنه قرب من الميقات فيحرم من الجو. أما أن يتعداه إلى أن ينزل في مطار جدة فهذا خطأ، إذا فعل هذا فيكون عليه دم. نعم، نعم، يعني حتى لو كان سيبقى في جدة ليوم أو ليومين لزيارة، نعم، ولو كان سيبقى، نعم، ولو كان سيبقى في جدة ليوم أو يومين، إن أراد أن يبقى في جدة قبل أداء النسك يبقى في إحرامه. نعم، وإن نزل إلى مكة وأدى
النسك ثم رجع إلى جدة لعمله فهذا أحسن، لأن المبادرة بأداء النسك أحسن. نعم، يعني ما دام ناويا العمرة فلا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام. لا شك في هذا. نعم. ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء بقي في جدة لإحرامه، وإن شاء نزل إلى مكة وعاد إلى جدة لعمله. نعم نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: عندما أصلي الوتر أحيانا أصلي ركعتين بتسليم واحد، ثم أصلي ركعة وترا بتسليم أيضا، وأحيانا أصلي الثلاث ركعات بسلام واحد، فهل يجوز هذا؟ أما أداء ثلاث الركعات بسلامين فهذا أفضل وأكمل. نعم. وأما أداؤها بسلام واحد بأن تسردها ثم تجلس في آخرها وتسلم فهذا لا بأس به أيضا، ولكن الأول أكمل منه وأفضل. نعم. لو فعل بتشهد أول كصلاة المغرب يجوز هذا؟ لا ينبغي هذا، لأنه نهي عن تشبيهها بالمغرب، فلا ينبغي هذا. نعم. نعم. سؤاله الأخير يقول: يحدث في مناسبات الزواج عندنا أن يقوم بعض المشاركين في الفرح بإطلاق النار من الأسلحة أو بالألعاب النارية ونحو ذلك، مما فيه تبذير وإهدار للمال في غير وجهه الشرعي، فهل يجوز ذلك؟ وبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يبالغون في الإسراف والتبذير في مناسبات الزواج؟ لا شك أن هذا لا ينبغي ولا يجوز، الإسراف في الحفلات والإسراف في إظهار الفرح وإطلاق النار وما أشبه ذلك، كل هذا من المبالغة والإسراف، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من الخطر، لأن إطلاق النار واستعمال السلاح ربما يؤدي إلى إضرار بالآخرين. فالحفلات والفرح بمناسبة الزواج إنما يكون بحدود مشروعة ومعقولة، ليس فيها إسراف وليس فيها تبذير. الذي ننصح به لإخواننا أنهم في مثل هذه المناسبات يتعقلون في أمرهم ويحتفلون احتفالات لا إسراف فيها ولا تبذير ولا غفلة عن ذكر الله عز وجل، ولا يحصل فيها محاذير ومنكرات، كل هذا مما لا يجوز، والمسلمون منهيون من الإسراف في الفرح والإسراف في تبذير المال من غير فائدة، وكل ما تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده. والله